مزيان نعود بمعنى انا نكون في الاسترسال في الايات ايات النصارى فهمت ولا لا؟ واي ايه كتشعري نفسك انك حركت شي حاجه في الجسم ديالك الداخل ديالك سواء وسواس او حركه انت غتقوليها لي مباشره وانا كنتكلم ما غنوقفش علاش؟ باش نقرا الايه مع الاخرى مع الاخرى نعرف بالضبط نقطه الضعف والنوع ديالو بالضبط ولو نصراني حيت النصارى عاوتاني فيهم بزاف فهمت ولا لا؟ باش يتكلم باش نوصل للهدف يخرج شنو عنده فهمت ولا لا؟ ماشي تولي انت لاباس تتمشي عاوتاني ترجع للمشكل هذا لعب خصنا حنا نكون عندنا شويه فطنة ذكاء فهمت؟ غير انت ما يغلبش عليك بالوسواس وتسرحي خاصك تبقاي حاضره لا ولا ضروري خاصك تتزوجها تاكد عليها تساعدها تبقاي حاضره معايا في الايات بحال كتدبري كتخشعي فيها وتفهميها وتفهمي كلامي كلام الله عز وجل والايه اللي كتحركك لابد انك تعطيني اشاره حسيت فيها كذا باش نسجل عندي الايه واش المهم ايوه 90% ما كتسمعش غير حاولي غير حاولي باش ان شاء الله نقرب الامور صافي نبداو ان شاء الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله
نفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد. وكفى بالله شهيدا، كفى بالله شهيدا سبحانه وتعالى. يا معشر الجن، يا نصراني اتق الله والزم، يا نصراني اتق الله والزم، واعلم أن الله جل وعلا فرض عليكم الإسلام والإيمان، وأوجب عليكم طاعة النبي العدنان محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، فهو بشرى عيسى عليه السلام. فيا معشر الجن من النصارى، يا معشر الجن من النصارى، لا تغلوا في دينكم. قال الله: يا أهل الكتاب، اسمع ماذا قال الله إذا كنت تدين إلى الله تعالى، اسمع: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله، فآمنوا بالله ورسله، ولا تقولوا ثلاثة، ولا تقولوا ثلاثة، إنتهوا خيرا لكم، إنتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد، إنما الله إله واحد، سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض، وكفى بالله وكيلا. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما، يخلق ما يشاء، والله على كل شيء قدير. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار، وما للظالمين من أنصار. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا لي
سبحانه عما يشركون. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه وما قتلوه وما صلبوه وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. وقولهم إنا قتلنا المسيح وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك من ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وما قتلوه يقينا إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى ابن مريم. أسمعت آيات حركت قلبك وعيناك؟ نعم، لأنه كلام الله عليه نور. فالدين عند الله الإسلام. الله الذي أرسل عيسى أرسل محمدا، لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. نعم،
بإيماننا بمحمد نؤمن بعيسى عليه السلام، ونؤمن بمن سبقهم من الأنبياء والرسل، عليهم من ربنا أفضل الصلاة وأتم التسليم. نعم، ليس كحال اليهود وحال كثير من النصارى، قتلوا أنبياءهم، ما وقروهم وما اتبعوهم. نعم، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، لعنوا على ألسنة على لسان نبيهم وألسنة أنبيائهم، لعنهم الله ولعنهم كذلك رسلهم، لعنتهم لأنهم عاشوا بين ظهرانيهم ورأوا مكرهم وغدرهم وفجورهم وفواحشهم. لكن محمدا صلى الله عليه وسلم رضي عن أصحابه ورضي الله عنهم، رأى ظهرهم ونبلهم وخلقهم وسمتهم وحياءهم وعفتهم وجودهم وسخاءهم وإيثارهم وعطاءهم وكرمهم وجهادهم في نصر سبيل الله عز وجل. وأنت ماذا تصنع؟ أين أنت من هذا؟ عيسى عليه السلام هل كان فاحشا أم متفحشا؟ هل كان عاشقا والعياذ بالله؟ أين أنت من حبك لعيسى حبا حقيقي يدفعك إلى أن تحب الأنبياء كلهم من أولهم إلى آخرهم، ومعهم محمد صلى الله عليه وسلم؟ رسول الله أتى بالحق كله وأظهره سبحانه، أظهره الله على لسانه. نعم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى الذي علمه القوي المتين سبحانه جل في علاه، العلي الكبير سبحانه جل في علاه، الذي أرسل أنزل الإنجيل على عيسى والتوراة أنزلها على موسى، هو الذي أنزل كذلك القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، فاسمع وعي واعقل وتدبر. إذ كنت تكافح وتجاهد من أجل نصرة النصرانية والفواحش والآثام، فاعلم أن الله تعالى ما أمر بها عيسى عليه السلام ولا محمد صلى الله عليه وسلم. والآن أنت تذعن وتطأطئ رأسك، وأقولك اعلم إذا كنت تحب عيسى ستكون معه في الجنة ومع محمد في الجنة، لكن إذا أسلمت لله عز وجل، أسلمت لله سبحانه وتعالى، فأنا أرشدك طاعة لله تعالى أن تؤمن بالله وحده لا شريك له، وإنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار، قالها الله على لسان عيسى عليه السلام. وأقولك ما قاله عيسى وذكره ربنا جل وعلا وما بشر به عيسى عليه السلام، فاسمع وعي وافهم واعقل وتدبر لعلك تفلح إن شاء الله عز وجل. قال الله: وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. أسمعت هكذا قال أن تقول نعم، هكذا قال النصارى. فالذي أنزل التوراة من؟ الله على عيسى فأخبر بها، أنزل الإنجيل. وأقول لك إن عيسى أرسل لليهود والنصارى على حد سواء، فأتم التوراة وأتى بالإنجيل عيسى عليه السلام. نعم، لليهود والنصارى على حد سواء، ولهذا كان التآمر بينهم وكانت الشبهات كعادتهم، فرموه بالقتل وبالصليب وأتوا بالأناجيل المحرفة كي يضلوا الناس عن سواء السبيل وعن الصراط المستقيم. نعم،
فاعل الكلام. فالنصارى لهذا ربنا سماهم ضالين، واليهود مغضوب عليهم لأنهم علموا الحق وما اتبعوا بل حرفوه وغيروه. لكن النصارى إذا علموه اتبعوه، لكن ضلوا سواء الطريق، ضلوا عن الطريق. ولهذا ربنا قال اسمع: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. اسمع: أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. نعم، لا يستكبرون إذا علموا الحق، فكن منهم تربح وتنجح. نعم، فقلها لله جل في علاه: آمنت بالله وحده. وأنت بعقلك وبفطرتك ترى أن الدين الذي يهيمن هو الإسلام. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. نعم، دين يعمر المعمورة، دين وصل إلى كل مكان، دين لا ترى فيه بقعة إلا وناس راكعون ساجدون يعمر بيوت الله بالطاعة والعبادة. نعم، دين حق يخاطب الفطر السليمة والعقول المنيرة. نعم، ويدل الناس على الخير والإقبال على الطاعة والعبادة على حب الله حبا حقيقيا. أسمعتها؟ أسمعتها؟ نعم. فأرجو من الله تعالى أن يطلق لسانك وأن نسمع كلامك وأنت تعلنها لله تعالى، فنشهد ويشهد الحضور ومن يسمع والجدران وكل مكان والأرض تشهد عليك. قال الله: يومئذ تحدث أخبارها، أي تشهد الأرض بما وقع فوقها، فتشهد أن عبدا لله آمن بالله جل في علاه. فأنطق بها الآن وقل: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. وقل: آمنت بالله وحده وكفرت بالجبت والطاغوت، آمنت بأن محمدا رسول الله وأن عيسى رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأنه عبد لله ورسوله سبحانه جل في علاه، وعبد لله ورسول لله سبحانه. ما كان لله يتخذ ولدا، سبحانه إذا قضى أمرا إنما يقول كن فيكون. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقلها لله جل وعلا، قلها لله، نرجو لك خيرا والجنة إن شاء الله تعالى. هيا إلى الله عز وجل. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ربنا إن ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. طيب، كنت نصراني لا تعرف طريقا إلى طاعة وعبادة، كتجي عندك أمك كتخوفك، لماذا؟ علاش؟ يعني أمك تريدك أن تبقى في النصرانية، تأتي إليك وتخوفك وتقول لك اصبر، ولا كما كان يقول الكفار صبأ محمد. أي نعم، الآن عندما كنت أتلو عليك تأتي إليك أمك، ها؟
ادخلك لا تسلم. سبحان الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لكن الله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أسأل الله أن يهديها كذلك، وأسأل الله جل وعلا أن يشرح صدرها كذلك، وأسأل الله أن يجعلها مسلمة مؤمنة تقية نقية إن شاء الله يا رب العالمين، وأن تجتمع أنت وهي على طاعة الله وعلى عبادة الله. وقل الحمد لله الذي أنقذني من النار، الحمد لله الذي أنقذني من النار. فأنت الآن بفضل الله تعالى رابح ناجح بفضل تعالى، آمنت بمحمد وبعيسى وبكل الأنبياء، ونوقرهم جميعا ونعظمهم جميعا ونتبع طريق محمد صلى الله عليه وسلم، لأن عيسى أوصى بذلك وبشر بذلك، والله تعالى أخبر وبشر وأوصى بذلك، ومحمد أتى بكل خير، أتى بكل فضل، حارب كل رذيلة، كل فاحشة، كل سوء، كل إثم، فصلى الله عليه وسلم. طيب، لماذا سكنت هذه المرأة؟ لماذا سكنتها؟ أي سحر؟ سحر قديم. لماذا صنع؟ لماذا صنع؟ صنعوا بشعرها. لماذا؟ لماذا؟ بشر؟ بشمهد زوج مع باها. إذن هذا السحر صنع قديما للأب والأم. سحر بين الأب والأم. طيب، وما علاقة سحر الأب والأم بسحر بأن تسحر أو تسكن في هذه الفتاة؟ لماذا؟ بمصنع. حتى لا تكون السعادة، ما يكونوش هانين نهائيا. طيب، حتى لا تكون السعادة. طيب، وشنو آخر؟ ساكته وسهله وما فيهاش ما كديرش المشاكل، وبقاو هذيك هي المراه اللي غادي تجي مع باها باش المراه الاولى باش ما تبقاش المشاكل. طيب، انا فهمت هادشي. وما علاقه سحر الام والاب بهذه السيده التي امامي الان اللي انت ساكنها دابا؟ علاش سكنتيها انت؟ علاش دخلت فيها؟ علاش دخلتي فيها؟ نعم، هكا مصنوع السحر، هكا مصنوع. يعني السحر مصنوع؟ يعني والديك يدخل في والديها والولاد يدخلوا في الولاد. باش الاسره ما تكونش مزيانه، باش ما يتزوجوش، ما يكونوش السعاده، ما تبقاش داك الاسره ديالهم خاصه. فهمتك. وانت فعلا كدير لها المشاكل مع الزوج؟ نعم، اكثر من مشاكل. بحال اش المشاكل اللي درتي مع الزوج؟ بحال اش مثلا؟ الوسواس كلام خايب، كلام فاحش، كضرب زوجها. لا اله الا الله، يعني كتقول لزوجها كلام فاحش وكتضربه وتدير الوسواس الوسواس تجاه الزوج. ما كانش انسان مؤمن. ايوه، وصافي يسمح فيها. ايوه، لو لم يكن انسان مؤمن تكون سمح فيها. كانت طالق مع الراجل الاول، كانت مزوجه مع الراجل. كانت مزوجه مع الزوج الاول وانت طلقتيها. هذاك كان ساهل، هذاك ساهل ماهل. يعني انت تسببتي لها في الطلاق مع الزوج الاول، كان الامر سهل لان زوجها دغيا تستسلم الاول. لا حول ولا قوة الا بالله. طيب، خير ان شاء الله عز وجل. كنت كنخدم حتى السحر ديال امو ديال الراجل الاول. كيفاش السحر الراجل الاول؟ عمتها لي سحرت لها باش غير تجيب ولدها لاوروبا ويسمح فيها. طيب، خير ان شاء الله، حسابهم على الله. المهم ان شاء الله تعالى الغيب هذا. العين السحر. العين كذلك والسحر. العين العين قتلت اكثر من السحر. العين اللي كيشوفها اللي كيبقى معجب فيها. طيب، خير. انت الان اسلمت. المسلم يكون صادق، لا يكون منافق او كاذب او مداهن. فهمت؟ المره اللي فاتت كنت سلمت وبغيت نبقى خارج من البدن وبغيت نعيش الحياه ديالي، ورجعوني الوالدين ديالي بالسحر وبالقوه. صافي، بقيت عاوتاني كنعشق، غير دخلت للجسم، صافي بقيت عاوتاني كنعشق للجسم. يعني لما كانت عندنا وخرجت، خرجت حقيقة؟ كنت خرجت حقيقة. طيب، وعلاش رجعتي؟ رجعت حيت كنخاف، الجسم وانا راني بوحدي. فهمت. إذا أمك هي اللي وصلتك أنك تعاود الرجوع. وخوفاتك باش ترجع. ما. أنا.
أنا الآن أوصيك أنك تخشى الله عز وجل، أنك تخاف من الله، وأنك تبحث لك عن رفقة تعينك على طاعة الله. المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، والصاحب ساحب. لا بد للإنسان حتى يتقوى في طاعة الله أن يرى نفسه مع من يسير، أن تجتهد في طاعة الله، تذهب إلى بيت الله وتختار لك. لا شوف شوف الله ماذا قال، بيوت الله هي أمن وأمان، وأعظمها بيت الله الحرام، ومن دخله كان آمنا. الله يؤمنك، أنت في ضمان الله، في أمان الله، في ضيافة الله، واختر لك رفقة عندها من العلم الشرعي، تبصرك بالحق، تعينك على الفقه، تعينك على الطاعة، تظهر لك حقة الإسلام ونور الإسلام. حينما تأخذ بهذه الأمور لن ترجع الوراء أبدا. ذاق طعم الإيمان، الذي يذوق طعم الإيمان ولو خيروه بأن يلقى في النار أو يرجع الإيمان لن يرجع أبدا، لأنه ذاق طعم الإيمان، يرى أن الإيمان يأخذه إلى الجنة، وإن خيروه بالقتل والنار سوف يختار أن يصبر وأن يبقى محتسب وأن يبقى بإذن الله تعالى في صف الله وأن يلقى الله والله عنه راض. حينما يقر في القلب هذا الإحساس، حين الإنسان يقول نعم أنا وصلت للإيمان، ماشي كلمة تقال، والله الذي لا إله إلا هو ليس كلمة نقولها فقط. شوف قدر الله تعالى في قلبك، تعظيم الله في قلبك كيف هو، وعندما يقر هذا الشيء في القلب كيفاش كتكون الحركات تجاه الناس الآخرين، كيفاش يبغي الخير للآخرين. يعني كل هذا اللي كنشوفه بالحركات هو أصلا وقر في القلب، واللي يدير مكر وخديع ودسيس وكذا حاشا أن يكون في قلبه تعظيم لله تعالى. إذا كان تعظيم فيه غبش، فيه خلل، الله يظهره بنواقص الفعل والأفعال. فلا بد أنك تراعي قلبك وتقلبك على الرفقة تحب الله، لأنك أنت في بداية الطريق. ما يمكن يقول لك الآن عازل، لا خاصك تفهم العزلة تكون عبادة أحيانا، لكن ستكون عنده بضاعة شرعية من حين يعزل عن الناس، لأنه يعرف كيف يسير إلى الله. خلاص أخذ بالزاد وأخذ بالعلم الذي يبصره، وعرف الله تعالى وعرف السنة وعرف القرآن. إذا كثر الهرج والخلط والغوغاء والداء فإنه ينعزل حتى يعبد الله عز وجل على راحته. لكن أنت لا خاصة تخالط رفقة طيبة صالحة تكون لك عونا بعد الله سبحانه وتعالى، وعونا لك في الطريق إلى الله. فهمتيني؟ ما تقولي تخوفني أمي، تخوفني با، هذا الكلام ما غاديش ينفعك. فهمتي؟ فلهذا أنا أنصحك طاعة لله عز وجل أنك تحاول، أنك تجتهد في طاعة الله سبحانه وتعالى. الأم تاعك ما تنفعك شيء يوم القيامة، فهمتي؟ والله لن تنفعك بالله عز وجل. ولهذا أنا نوصيك طاعة لله سبحانه وتعالى الآن باش يسلموا ان شاء الله. الى ما جاتش معاره غادي تموت، كنقولها لكم. طيب انا ان شاء الله تعالى اريدك ان تخرج طاعه الله تعالى، والا تعود الرجوع، تعاون على البر والتقوى، ان تعاون معها على البر والتقوى. فهمتي؟ تعاون معها على البر والتقوى. انا غنقرا لك واحد الايه من القران ونبغيك تفهم مزيان وتعقل عليها مزيان. إذا فهمتيها وفهم جميع المسلمين حينها غيتعاملوا مع الناس واحد المعاملة أخرى، لأن يعني الحب في الله والبغض في الله. نحب الناس إيه، ولكن نحب أكثر ونبغي ونقرب الناس اللي يبغيوا الله ويقربون الله. أما الناس يبعدون عن الله فلن ينفعون عند لقاء الله. تأمل ماذا قال الله عز وجل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله
يوادون من حاد الله ورسوله أبدا. من يؤمن بالله لا يحب ولا يقرب ولا يوالي من حاد الله والرسول. اسمع، ولو كانوا آباءهم، شوف، ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. شروط والعاقبة والنتيجة أنهم يكونوا في صف الله يرضى الله عنهم يدخلهم جنات يكونوا من حزب الله، مش حزب الله نصر الله نصر الله، لا، حزب الله الذين يعبدون الله حقا، أما ذاك فحزب الشيطان. أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. اسمع، فهمتيها ولا لا؟ فهمتيها؟ إذا لك أنت مع الله سبحانه وتعالى بهذه الشروط، تسمع وتطيع لمن يأمرك بطاعة الله وتقوى الله ويعيذك لله، ماشي يقول لك تعالى الكفر، لا لا، قل خلاص الله أنجاني من الكفر، أنجاني من الضلالة، أنجاني من الشقاء، أنجاني من العذاب ومن النار. دين الله دين واحد، وباش تقوى الإيمان لا بد أنك تكثر من الطاعة والعبادة، قرأ القرآن، صلي، مفهوم، فعل الخيرات، شارك المسلمين في طاعاتهم وعبادتهم. ونصك وصية أخرى، لا تتأثر بأفعال المسلمين، هذه نقطة مهمة، لا تتأثر بأخلاق بعض المسلمين الذين تمسلموا يعيشون باسم الإسلام وهم بعيدون بأخلاقهم عن الإسلام فيصد الناس عن الإسلام. فهمها مزيان، خاص أنك أنت جن مسلم في بداية الإسلام، ماشي بسبب واحد ترتب ترجع للدين تقول شوف المسلمين اش كيديروا، المسلمين كيسبوا كيكذبوا كيلعنوا كيشربوا الخمر كيزني وكذا كذا، هذه ليست حجة. الرسول هو القدوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أنك تتبع محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وتبع اللي كيبلغ فيه الخير. والحي لا تأمن عليه الفتنة، فاقتدي بالأموات يقول خيرا لك الذين ماتوا على الصراط المستقيم. فهمتي ولا لا؟ هذه وصية نوصيك بها، فهمت؟ ما تقولش نساء أما المسلمات عريانات أما كيغتبوا كيغتابوا كينموا أما كيفعلوا الفواحش أما المسلمين كيسحروا، هذه ليست حجة عند الله. الحجة هي قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فهمتي ولا لا؟ باش تمشي إن شاء الله في طريق صحيح، ما بغيش توضر، ما بغيش تيه، لأن صراحة الإنسان لا ما عندوش علم وبضاعة غير ينجرف مع كل واحد في الطريق، هاللي باغي يتكلم في الناس، هاللي باغي يغش، هاللي باغي يقتل، هاللي باغي يفسد، هاللي باغي كذا. الإنسان ماكش عنده، علاش نقول لك أعظم نعمة يعطيها الله العبد بعد الإسلام وهي العلم. من يريد به الله خيرا يفقهه في الدين، ما قال يعطيه من المال ومن الثراء، يفقهه في الدين باش يعرف الحرام والحرام ويكون فقه علم نافع. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. وكان النبي يقول اللهم نعوذ بك من علم لا ينفع ومن نفس لا تشبع ومن قلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. فلا بد من فقه ومن علم نافع ينفعك إلى العمل. فهمتي ولا لا؟ شوف لك رفقة طيبة كتفقه في الدين، تفقه في الدين وتعمل معها طاعة الله عز وجل. اتفقنا على هذا؟ اتفقنا على هذا إن شاء الله حذانا أطعنا وبإذن الله. إن لكن شرط آخر، لا تعذب ولا تعتدي ولا تظلم زوج ولا ابن، جعلت العدو بينه وبين أبنائها، صح؟ صح ولا لا؟
صح، فلا تعذبها في نفسها ولا في أبنائها ولا في زوجها ولا في بيتها، وشارك في الطاعة وتقوى بالطاعة إلى حين الملتقى إن شاء الله يتقوى الإسلام والخروج طاعة له بصدق. صح، وعد على هذا، قل أعاهد الله على هذا، قل طيب أعاهد الله على هذا. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. غدا طيب خير إن شاء الله تعالى.